السلام عليكم. جملة من الإجراءات والمعالجات أعلن عنها محافظ حضرموت للحيلولة دون استمرار انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة. جاء ذلك على خلفية الاحتجاجات الشعبية المنددة بانقطاعات الكهرباء المتكررة وتردي الخدمات. الاحتجاجات دفعت المحافظ لإيقاف مسؤولين في السلطة المحلية، مدير عام مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت ومدير صندوق النظافة وآخرون، بالإضافة إلى تعيينات لشخصيات جديدة في المحافظة. هل تكتفي حضرموت بذلك؟ بالأصح، ما الذي تحتاجه حضرموت؟ إذ يأتي الحديث عن وضع الخدمات الأساسية في المحافظة بشكل عام، فيما تحضر حضرموت أيضاً كمحافظة تتوفر فيها إمكانيات الاستقرار السياسي والاجتماعي لتكون أنموذجاً للمحافظات المحررة، بل يجري الحديث عنها لأن تكون محطة لاستقرار الحكومة الباحثة عن بقعة للاستقرار. فما الذي ينقصها إذن لأن تكون كذلك؟ مشاهدينا الكرام، لمعرفة ما الذي تحتاجه حضرموت في هذه المرحلة ستكون حلقتنا لهذه الليلة من المساء اليملي. أرحب بداية بمن ينضم لي في الاستوديو للحوار الصحفي أيمن باحمد. أهلا بك أستاذ أيمن. أهلا وسهلا بك أستاذ وجيه، شكرا لاستضافتكم. أهلا وسهلا بك. أهلا. ورمضان مبارك على الجميع إن شاء الله. آمين. إذن مشاهدينا الكرام، نبدأ النقاش في هذه الحلقة، لكن قبل ذلك نتابع وإياكم هذا التقرير. على مقربة من كل الأحداث التي تشهدها البلاد، تأتي الاحتجاجات الشعبية في مدينة المقلة نتيجة تردي خدمات الكهرباء وانقطاعها المستمر. الاحتجاجات كانت بمثابة لفت نظر لهذه المدينة المسترخية على ساحل البحر العربي. في حضرموت يندر أن يحتج الناس، لكن في كل مرة يخرجون فيها يكون هناك ما برر خروجهم بالفعل. وفي حضرموت أيضا يندر أن لا تجد هذه الأصوات الغاضبة صدى لها في السلطة المحلية وقيادات المحافظة. فعلى خلفية الاحتجاجات، سرعان ما عقد محافظ حضرموت لقاء استثنائيا مع قيادات المحافظة، وخرج اللقاء بحزمة من الإجراءات والمعالجات اتخذتها السلطة المحلية لتلافي انقطاع التيار الكهربائي ومواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء خلال فترة الصيف. المحافظ أكد في الاجتماع أنه تم حل 50% من مشكلات الكهرباء في حضرموت عبر إنشاء وتشغيل المحطة الكهروغازية التي نجحت في تغطية حاجة وادي وصحراء حضرموت من الكهرباء، غير أن للكهرباء في حضرموت قصة تشبه تلك التي في كل البلاد في عهد صالح. الكهرباء في حضرموت منذ عام 90 لم يطرأ عليها أي جديد، ولم تنشأ أي محطة جديدة، وحتى المحطات القديمة لم يتم صيانتها، وحتى المولدات في المحطات القديمة تم استجلابها عن طريق صفقات يسودها شيء من الفساد. تحذيرات من اختراق مطالب المواطنين واستثمارها سياسيا، وهو ما لم يغب عن خطاب المحافظ الذي جاء محملا بالكثير من المحاذير. تشهد حضرموت استقرارا نسبيا مقارنة بمحافظات أخرى، وهو أمر يعزوه الكثير لتخفف حضرموت من الدوافع العنصرية والانفصالية، والذي انعكس على الاستقرار السياسي والاقتصادي في المحافظة بعكس ما يحصل في مدن جنوبية أخرى. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أجدد الترحيب بك سيد باحميد. إذن حضرموت تقريبا من أكثر المحافظات من حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي، على أمل أن تظل كذلك بكل تأكيد، وأن يعني تعد بقية المحافظات بهذا الاستقرار، لكن بين فترة وأخرى تبرز مشكلة الخدمات، الحديث عن الخدمات، مطالبات مواطنين بالخدمات. كيف هو الوضع عموما في حضرموت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بك وسعيد بالاستضافة إن صح التعبير، واستغلها في بداية الحلقة أن أتقدم إلى كافة المشاهدين بالمباركة بحلول الشهر الفضيل، وإن كانت التهنئة متأخرة لكن نستغل هذه الفرصة. بالنسبة لموضوع الحلقة هو الحديث عن حضرموت والوضع فيها والاستقرار والخدمات، بداية ذي بدء أن ننطلق منها أن حضرموت هي جزء من اليمن، لا نختلف على ذلك، والبلاد ككل تمر بمرحلة صعبة وبظروف صعبة، وهناك مناطق محررة ومنها حضرموت ومناطق آمنة مستقرة، وهناك مناطق لا زالت فيها بؤرة الخطورة مشتعلة، نسأل الله السلامة لكل أرجاء الوطن. حضرموت ولله الحمد كما ذكرت شهدت استقرار أمني سواء على المستوى الساحل أو على مستوى الداخل، شهدت ربما جميع أجهزة الدولة تشتغل فيها، جميع الخدمات تشتغل فيها بصورة أو بأخرى، التعليم، الصحة، الكهرباء، كل هذه الأمور تمشي إلى حد كبير بفضل الله وبفضل وعي أبناء المحافظة.
نحن عندما نتكلم عن الخدمات في حضرموت نتكلم عن مشكلة ربما هي في المقام الأول مسألة مركزية، يعني عندما نتكلم على موضوع الكهرباء الذي الموضوع الذي شغل الشارع أخيرا، صحيح السلطة المحلية تتحمل الجزء الأكبر، ولكن في الأخير هي مسألة مركزية تتعلق بعموم الجمهورية. هناك احتجاجات خرجت إلى الشارع وهناك أصوات ارتفعت، لكن عندما نعود إلى النظر بواقعية، أنا لا أرفع المسؤولية عن أحد، ولكن عندما ننظر إلى الأمور بموضوعية كما تحدث السيد المحافظ في كلمته هذا اليوم، بأن الكهرباء قطاع المؤسسة العامة الكهرباء من عام 90 لم يشهد أي تطور. تتكلم من عام 90 إلى 2008، اليوم 28 سنة. من يعرف المكلف في عام 90 ويعرف المكلة اليوم سيرى مكلة جديدة أضيفت إلى المكلة، ربما تمدد عمراني واسع وكبير. في الوقت ذاته الإنتاج هو نفسه، فهناك لم ينعكس هذا التمدد العمراني على مستوى الخدمات على المحطات الكهربائية المغذية. فهذه الإشكالية كانت متوقعة، وهنا أود أن أقول أن هذه مشكلة تتحملها الدولة بشكل أساسي ووزارة الكهرباء. السلطة المحلية وجدت نفسها في وضع صعب، في وضع صعب أدى إلى هذه حالة الاحتقان المتوقعة حقيقة. أنا أشرت في مقالة أخيرة كتبتها بأنها كانت متوقعة، وعنونت المقالة الطفي يولد الانفجار. فعلا يعني الناس قد لا تبحث وليست معنية بالحديث عن الأسباب، هو في الأخير يبغى كهرباء في البيت بغض النظر. أنت لا تقول لي المشكلة إحنا خطبنا الرئاسة وخطبنا مش عارف، هو في الأخير يبغى خدمة، يريد خدمة. لكن النقطة التي أحب أن أشير إليها أنه كيف نطالب بهذه الحقوق، أنا أسميها حقوق، يعني الناس تتكلم الآن على كهرباء، هذه أقل الأمور التي ينبغي. طيب دعنا بداية نبدأ من ما هو الواقع الآن، كيف تغذى محافظة حضرموت بشكل عام بالكهرباء كمدخل لبقية الخدمات؟ نعم، الكهرباء كما هو معروف في الوادي عندنا وفي الساحل. في الوادي الحمد لله تم افتتاح المحطة الكهروغازية هذه التي تغطي وادي حضرموت، والحمد لله الوضع فيها مستقر، ليس مثالي بكل تأكيد، خصوصا مع شهر رمضان الفضيل ومع الصيام ومع درجة الحرارة في حضرموت تصل في الساحل إلى 40 درجة في بعض الأحوال، فهذه مسألة جدا صعبة. لكن في الوادي لو بدأنا الحديث، المحطة الكهروغازية أحدثت نقلة إلى حد ما جميلة وأفضل، ربما إذا تكلمنا أفضل من رمضان اللي قبله واللي قبله. هذا يضعنا في مسألة الرضا وليس الاكتفاء، هناك فرق في الحالة، إن احنا في ظل الأحداث اللي حاصلة وفي ظل واقع البلد ككل احنا راضين بهذا ولكن لسنا مكتفين، لأنه حقنا الأفضل بشكل أساسي. هل هذا فقط بالنسبة للوادي؟ هذا بالنسبة للوادي يعني، لأنه منفصل مصادر الطاقة. في الساحل هناك المحطة الرئيسية وهناك طاقة مشتراها من عدد من الشركات وأبرزها شركة باجرش. باجرش مشكلتها مهم انهم تم الاستعداد كما جاء في بيانات السلطه المحليه، انه تم الاستعداد فعلا لشهر رمضان. شهر رمضان وضع استثنائي بكل شك، بدون شك المواطن اضافه الى الصوم ودرجه يعني صعب يتحمل درجه الحراره وصعب يتحمل، فالسلطه المحليه حسب بيانها تجهزت لشهر رمضان شراء مادة المازوت والديزل لتزويد هذه الشركات التي يتم شراء الطاقة منها من أجل استعداد رمضان. حصل ما لم يكن في الحسبان، وأن هذه عدد من أجهزة الطاقة في الطاقة في الشركات التي تبيع الطاقة للحكومة، حصل أن بعض من ماكينات التوليد خرجت عن الخدمة نتيجة لضعف في الصيانة وما إلى ذلك. أمر دور يعني، مسألة متوقعة في سياق الصيانة يعني. نعم، بسبب انه ما فيش عندهم ما استعدوا للصيف بصيانه، المفروض انه قبل الصيف قبل ما يدخل الصيف انه يكون هناك صيانه بجودة المولدات. ايوه، لكن للاسف حصل انه خرجت عدد من المكاين عن الخدمه، لانه نعرف احنا في شهر رمضان يزيد الطلب على الكهرباء. انت تتكلم في رمضان انه الناس يستهلكوا الطاقه بالمساء، يعني في الايام العاديه مثلا الاستخدام الى الساعه 11 12 خلاص، بعدين الناس تنام ويخف الاستهلاك ربما إلى حد ما. أنا أتكلم عن الإنارة، ربما مسألة التكييف وما إلى ذلك، لكن في رمضان الناس يعني الليل كله أنت معك إلى ما بعد السحور، الناس شغالين على الإنارة على التكييف، فهذا كله عمل ضغط. لكن كما أنا كما حتى لا أنجر في 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 لطرف أو لآخر، أنا أقيم الحالة. هذا لا يعني أن احنا نعفي طرف أو نعفي الجهات المسؤولة أو نعفي المؤسسة العامة للكهرباء من أنها
تستحث الخطى وتوجد حلول بالتواصلات. طيب قبل ذلك، هل كان هناك نوع من الاستعدادات الخاصة لموسم الصيف بما يتعلق بالنسبة لكهرباء حضرموت أم لم يتم الإعلان عنه؟ كما قلت لك، هو تم الاستعداد من جانب توفير مادة المازوت والديزل، لكن مسألة صيانة المكائن والمولدات هذه تعذرت بسبب أظن رسوم لم يتم تسديدها للشركات التي تبيع الطاقة. هناك مشكلة. ولكن قلت لك، كما قلت لك في الأخير، من حق الناس أن تطالب بكهرباء، وهذه الاحتجاجات ظاهرة ربما صحية، لكن كيف نحتاج؟ هنا المسألة. نحن متوقعين أن الناس بيخرجوا للشارع وهذا حقهم، وأنا يمكن لو كنت في المكان لكنت أحد اللي متواجدين في ظل درجة الحرارة في ظل يعني أنا في يعني أنا أستشعر كمية المعاناة. ولكن الشيء المستغرب والتي والذي يعني أزعج بعض الكثير من العقلاء من أبناء حضرموت، طريقة الاحتجاج. أنت لا تعالج مشكلة بمشكلة أخرى. ما الذي حدث؟ يعني لو نسلط الضوء على طريقة الاحتجاج هذه. أيوة، هي طريقة الاحتجاج. أنت في الأخير المظاهرات هي عبارة عن ردود فعل. ردود الفعل لا نستطيع أن نتحكم فيها بكل الأحوال. ردة فعل تجي زي ما تجي، لكن هناك ترشيد يتم لها. من حق الناس أن تتظاهر، ومن حقهم أن يتساءلوا، ومن حقهم أن يطالبوا بتغيير موضوع مسؤول معين، وبحقهم أن يشيروا بأصابع الاتهام. ولكن كما قلت لك، لا يتم معالجة مشكلة بمشكلة أخرى. هم ربما يظنوا أنهم هذه وسيلة ضغط، لكن أعتقد أن المواطن يتضرر منها بصورة أساسية أكثر من أنها وسيلة ضغط للسلطة المحلية. نتكلم عن قطع طرقات. قبل أمس كان يتواصل معنا، وفي دكتور معروف يعني بدون ذكر أسماء، كان عنده حالة مرضية، كان في طريقه إلى المستشفى، ولكن فوجئ أن مجموعة الشباب المتحمسين خرجوا وقطعوا الطريق. هم بصورة عفوية ربما، يعني الواحد مسكين جالس في بيته وشاف الدنيا حر، فما مش عارف إيش يعمل، فقام خرج. ردت فعل معينة أنه خرج وقطع. لكن كما قلت لك، أنه لا نعالج المشكلة بمشكلة أخرى. طاعات ساعات الطفي كارثية للأمانة. وأنا قلت لك أتفهم خروجه، والناس كلها تتفهم. حتى المحافظ عقد اليوم اجتماع بالمكاتب التنفيذية وهو يستشعر المعاناة، ولن تدخر السلطة المحلية جهد من أجل إصلاح سواء في مجال الكهرباء وفي كافة الخدمات الأخرى. هذا بشكل سريع. الشيء الآخر الذي يعني برضو منزعجين منه، أنه لا تحدث ردة فعل تنسينا الأمر الذي وصلت إليه حضرموت. أشارت أستاذ وجيه أنت في بداية حديثك في الحلقة أن حضرموت فعلا حققت نسبة من الاستقرار في المجال العسكري، في مجال الأمني، في مجال المكاتب التنفيذية كلها. هذه الصورة التي يعني تتناقلها وسائل الإعلام وينظر إليها ويشاع عليها فعلا. لا، والوضع كذلك يعني كما يرى. يعني الحمد لله في حضرموت الوضع إلى حد ما قلت لك كافة القطاعات، التعليم، الصحة تشتغل، لكن إلى أي مستوى؟ هل إلى المستوى الذي يتطلع إليه المواطن؟ هل إلى الحد الأدنى، أو للأسف أحيانا يكون أقل من الحد الأدنى، وهذا هو الذي يحدث ردود الفعل. لكن هذه الأخفاقات أو هذه المشاكل التي تواجه المواطن، يجب عليه أن لا تفقده التركيز على الإنجازات والمكاسب التي تحققت لمستوى حضرموت. نحن نتحدث عن وضع لا أقول مثالي، ولكن إلى وضع جيد مقارنة بالمدن والمحافظات الأخرى. لا نجعل من مشكلة مثل هذه تحصل تخلينا احنا نفقد المكاسب التي تحققت، عملية الفوضى وعملية ولكن الحمد لله بفضل المجتمع وبفضل النخب إن صح التعبير وعقلاء الأحياء، تم الآن محاولة السيطرة وتم التجاوب. كما أشرت في إشارة الزميل الذي أعد التقرير، أنه حصل تجاوب من قبل السلطة المحلية، وتم تغيير المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء ومدير الصندوق النظافة، وتم تعيين المهندس محمد عبود العمودي كمدير لمشروع دراسة الكهرباء. الكهرباء كما قلت لك هي مشكلة تتكرر دائما، ولكن المحافظ أصدر مؤخرا قرار بتعيين المهندس محمد عبود العمودي مديرا لمشروع دراسة الكهرباء. ما الذي تحتاجه الكهرباء؟ سيتم بطبيعة الحال تسويق هذا أو رفع هذا المشروع إلى الجهات المعنية، الجهات المركزية، وربما يفتح الباب للتجار ولمن أراد أن يستثمر في هذا المجال. طيب، دعنا نشارك معنا في الحوار سيد أيمن، مستشار رئيس الوزراء الدكتور متعب بازياد الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أهلا بك سعادة المستشار. أهلا وسهلا فيكم، حياك الله. حياكم الله دكتور. إذن كيف تتابع الحكومة الوضع في حضرموت؟ يعني احتجاجات على سوء وضع الكهرباء ونقاط أخرى مثلا المشتقات النفطية ربما أيضا،
وكذلك هناك بالمقابل السلطة المحلية تقوم بتعيين مسؤولين في مراكز تتعلق بالكهرباء. الحكومة ما هو موقفها من كل ذلك؟ شكرا لكم وشهر مبارك لكم ولضيفكم الكريم والمشاهدين. الحقيقة ما يحصل في حضرموت خاصة في المكلا خلال الأيام الماضية شيء متوقع جدا، يعني في ظل تدهور الخدمات وأيضا قضية الكهرباء، لكن الشيء الذي غير مقبول من وجهة نظر الحكومة أيضا من وجهة نظر القانونية البحتة أيضا أن التصرفات الخارجة عن القانون في بعض التصرفات المتظاهرين أو المحتجين في قطع الطرقات أو أيضا إحراق الإطارات وغيرها من السلوكيات الدخيلة على مجتمعنا في حضرموت. فحق التظاهر وحق الاحتجاج مكفول للناس للمواطنين في ظل القوانين النافذة، وأيضا السلطة المحلية هناك أيضا تتقبل كل الآراء وأيضا مستعدة للجلوس مع كل المواطنين وهي على اتصال يومي بالمواطنين، وأيضا المحافظ أطلع أيضا المواطنين والشعب بشكل عام هناك على التفاصيل حول قضية الخدمات وتدهور الخدمات في المكلا. هذا من جانب. الجانب الثاني هناك فعلا جهود تقوم بها الحكومة في المكلا خاصة في جانب الخدمات وبشكل أساسي في جانب الكهرباء، وتابعنا احنا خلال الأشهر الماضية أيضا افتتاح بعض المشاريع ومنها مشروع أيضا الطاقة الغازية في الوادي التي فعلا غطت جزء كبير جدا من مشكلة الكهرباء في الوادي. يبقى في الساحل هناك أيضا مشاريع إسعافية تقوم بها الحكومة وخاصة السلطة المحلية هناك بدعم كبير من الحكومة، خاصة في جانب المازوت وتشغيل بعض محطات الطاقة المشتراة من بعض الشركات. لكن المشروع الأساسي في المكلا وهو ما أعلنه رئيس الوزراء بحضور المحافظ وقيادات السلطة المحلية عندما تم تدشين وضع حجر الأساس لمحطة كبيرة 100 ميجاوات بالطاقة الغازية هناك، وهذا ما يعول عليه، وأعتقد أن المحافظ اتخذ بعض الإجراءات السريعة في اتجاه تحديد موقع هذه المحطة وأيضا البدء في أعمال المناقصة، وهي أيضا ستقوم بذلك مع شركة بتروبسيل الوطنية. هذه بشكل أساسي. لكن الاحتياجات كما سلفت هي إذا كانت في إطار السلمي في إطار الاحتياجات المقبولة والمتعارف عليها والمنضبطة فهي أيضا علامة صحة وعلامة على أيضا ما تنعم به مدينة المكلا من أمن واستقرار. وأعتقد أن المواطنون هناك أيضا يحرصون على أمن واستقرار واستتباب الأمن الذي يعيشونه في المكلا في خلال شهر رمضان الكريم هذا، والذي تحسدهم عليه كثير من المدن المحررة الأخرى. والسلطة المحلية حقيقة يقع على عاتقها هم كبير جدا في جانب توفير الأمن وجانب أيضا توفير الخدمات. لكن أنا أعتقد أن بعد لقاء المحافظ أمس بقيادات اجتماعية وبقيادات محلية وأيضا أمنية أعتقد أنها سيتم التفاهم هناك حول أيضا إنهاء هذه الاحتجاجات بأيضا إجراءات تتم من قبل السلطة المحلية من خلال أيضا توقيف بعض المسؤولين في 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 بعض المرافق الخدمية أو تغييرهم، وهذا أعتقد ما تم أمس واليوم. طيب تفضل بالبقاء معنا دكتور متعب. سيد أيمن، كيف تقيم الأداء الحكومي فيما يتعلق بدعم محافظة حضرموت وهي كما يعني أسلفنا سابقا المحافظة أكثر استقرارا، وهناك الكثير من الحديث على أن هناك دعوات لأن تتواجد الحكومة أساسا في هذه المحافظة يعني لتقوم بأعمالها من هناك؟ نعم، هناك حقيقة انسجام بين السلطة المحلية والحكومة، وقد شهدنا تواجد رئيس الوزراء في احتفالات حضرموت الأخيرة بذكرى التحرير، وهناك انسجام، وهناك كما تفضل الدكتور متعب هناك عدد من المشاريع التي تم تدشينها، ولكن الشعب ما زال ينتظر. ربما العجلة كما قلت لك تدور ولكن ببطء، ولكن هناك مستوى من التنسيق الكبير، ولكن المواطن في الأخير يهتم بالنتائج، لا يهتم بهذه التفاصيل ولا يهتم بهذه الخطط، ولكن يريد نتيجة. فالكل أمس تواصل سيادة المحافظ برئيس الجمهورية لإيجاد حلول عاجلة، كما قلت هناك مشاريع ربما لكن نتيجتها ستكون متأخرة. الناس الآن في إطار معاناة، الآن الناس يعانون، أتمنى والشعب في والمواطنين في حضرموت يتمنون ويأملون حقيقة أن يكون هناك تجاوب لحل المشكلة في ظرفها الحالي. طيب
طيب برأيك يعني مسألة الاختلاف السياسي ربما الإشكالات الأمنية هل تعود لخصوصية في حضرموت يعني غياب ذلك إلى حد كبير أم أن هناك نوع من الإدارة التي كانت مختلفة في هذه المحافظة عن محافظات أخرى مثل عدن ربما أو غيرها؟ الوضع الأمني في حضرموت إلى حد كبير أستطيع أن أقول إنه جيد جدا، خصوصا عندما نتحدث عن الساحل، منطقة ساحل حضرموت ومدينة المكلا. عندما نعقد مقارنة، أنت كيف تقيم المستوى الأمني في منطقة أو مدينة دون غيرها؟ أن تعقد مقارنة في ظل المدن التي تقع في نفس الظروف، نتكلم عن عدد من المدن المحررة، عدن على سبيل المثال، ونقارنها مثلا بالمكلا. الحمد لله نتحدث عن نسبة أمن في الساحل وفي محافظة المكلا بشكل كبير، يعود أولا إلى الوعي في لدى أبناء حضرموت. للأمانة الشعب ليس مجرد داعم، هو شريك، ليس داعم للقوات الأمنية ولكن شريك في حفظ واستقرار الأمن. هذا هو المقام الأول. ثم جهود قوات النخبة الحضرمية التابعة للجيش الوطني التي تقوم بدور أكثر من رائع في عملية استتاب الأمن. نحن لا نتحدث عن تجربة مثالية، الوضع ليس أفلاطوني كما يقال، ولكن مرضي، ولكنه ليس كافي ولا يلبي التطلعات الشعب الذي يتمنى الأفضل على الدوام. طيب في هذه النقطة تحديدا أعود إلى الدكتور متعب. دكتور، ما الذي يمكن للحكومة أن تقدمه من مزيد يعني من التقديم ومن الجهود لحضرموت؟ ما الذي يمنع حتى الحكومة من تواجد فعال وربما تواجد أكبر لها على الأقل كسلطة في حضرموت؟ الحكومة بشكل أساسي تدعم توجه السلطة المحلية في حضرموت وفي غير حضرموت في المحافظات المحررة للمبادرة والإمساك بزمام المبادرة في قضية التنمية وقضية الخدمات وهذه المشاريع، وخاصة أيضا الملف الأمني. وحضرموت سجلت حضورا كبيرا جدا وأيضا نقاط كبيرة جدا في جانب الأمني، خاصة في المكلا والمناطق المحررة من تنظيم القاعدة السابقة. اليوم من ينظر لحضرموت والمكلا خاصة كنموذج أمني واستقراري وأيضا في الاستقرار ونموذج أيضا للاستثمار، هناك الآن استثمارات كبيرة في المكلا وهناك أيضا كثير من الأسر اليمنية سواء كانت من المغتربين أو حتى من المحافظات الأخرى يفضلون وجهة المكلا كوجهة مقبولة من أمن واستقرار وخدمات لاستقرارهم هناك، وأيضا من قضية الصحة وقضية التعليم وغيرها. هذا النموذج الحكومة تشجع عليه كثيرا، وخلال أكثر من زيارة لرئيس الحكومة والحكومة إلى حضرموت سواء كان إلى المكلا والشحر وأيضا سيئون، أعطت أيضا انطباعات كبيرة جدا على توجه رسمي للدولة لجعل حضرموت نموذجا لوواحة للاستثمار والتنمية والاستثمار. طيب في هذا السياق هذه القضية تدعمها الحكومة دائما بأيضا استمرار التحويلات لنصيب حضرموت وحصة حضرموت من الموارد النفطية بشكل أساسي لخزينة المحافظة، وأيضا تعزيز الشفافية في قضية الإيرادات في حضرموت سواء كان من الميناء أو المنافذ البرية والبحرية، وكذلك من عائدات النشاط التجاري وغيره في حضرموت. هذه القضايا أعتقد أنها مسؤوليات كبيرة أمام السلطة المحلية بشكل أساسي الآن، والحكومة تبقى داعم رئيسي في هذا الجانب. لكن أنا دائما أؤكد على أن الحكومة في توجهها لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني أيضا هي تعطي مساحات أكبر جد بشكل كبير جدا من السلطات والصلاحيات للسلطات المحلية أن تبادر لاتخاذ الإجراءات. ولذلك نحن رأينا خلال السنتين الماضيتين أيضا سواء كان من خلال المحافظ السابق أو المحافظ الحالي في حضرموت تم اتخاذ عشرات بل مئات القرارات بالتعيينات والإقالات والتكليفات لمسؤولين محليين. ولذلك هذه القضية أعتقد أنها أصبحت في 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 ملعب السلطة المحلية، وذلك لا يعني أن نعفي الحكومة اليمنية من دعم المحافظة، لكن الدعم محدود الآن في ظل الظروف الحالية كما تعلم. لكن حضرموت تختلف عن بقية المحافظات، لديها موارد كبيرة، لديها أيضا الآن تحويلات من الحكومة المركزية
من خلال تحويلات عائدات النفط وغيرها، وايضا لديها مشاريع كبيره في 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 الطاقه تدعمها الحكومه المركزيه بشكل اساسي. هذه القضايا اعتقد انها مهمه جدا ان يلتقطها ابناء حضرموت ويلتفوا وهم حول السلطه المحليه بقياده المحافظ الذي يجمع بين المحافظه وايضا السلطات الامنيه الواسعه كرئيس للجنه الامنيه بالمحافظه وكقائد للمنطقه العسكريه الثانيه. وهذه ايضا عامل اطمئنان كبير جدا للمواطنين في حضرموت ان يكون هناك وحده في القرار السياسي، وحده في القرار الامني والاقتصادي في حضرموت بيد السلطه المحليه دون وجود تجنحات امنيه وعسكريه كما هي في بعض المحافظات الاخرى. هذه القضايا اعتقد انها عامل اطمئنان وضمانه استقرار في حضرموت، لكن يجب ان تتحرك السلطه المحليه ومعها ايضا الحكومه المركزيه في ايجاد حلول عاجله واسعافيه لقضيه الخدمات وخاصه الكهرباء. اشكرك دكتور متعب زياد مستشار رئيس الوزراء، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. قبل العوده اليك استاذ ايمن، نذهب مشاهدينا الى فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء. اجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه من المساء اليمني، كما اجدد الترحيب بك ايمن بحميد. كان يتحدث مستشار رئيس الوزراء حول ان هناك محاولة من الحكومة لإعطاء مساحة أكبر من الصلاحيات للسلطة المحلية في حضرموت في إطار ما يقول أنه تنفيذ لمخرجات الحوار الوطني، إلى أي مدى تلمس ذلك في حضرموت؟ نعم، في بداية أود أن أعلق على نقطة في خلال مداخلة الدكتورة ومن خلال حديثك، أنه مسألة تواجد الحكومة في حضرموت. الحكومة في الأساس هي متواجدة في حضرموت، ربما يغيب عن حضرموت فقط أفراد الحكومة. عندما نتكلم عن الحكومة نتكلم عن وجود لمكاتب تنفيذية لكل أفرع الوزارات. هو المقصد عندما يأتي الحديث عن ذلك عن تواجد أفراد الوزراء ليس من مصلحة حضرموت أن تتواجد الحكومة، لا لسب ولكن ربما يثقل كاهل المدينة أمنيا، وتعرف تواجد الحكومة يتطلب له جوانب أمنية، يتطلب له زيادة في الاحترازات، ربما هناك ربما في الوقت الحالي من وجهة نظري أنه ليس من صالح الحكومة ولا المدينة أن تتواجد فيها، لأنه نتمنى أن يتم الأمور بصورة أفضل، أن تتم الأمور بالاهتمام بالجوانب الخدمية. تواجد الحكومة ربما ليس خيار أفضل في لأنه في يعني أصحاب وجهة النظر الأخرى، ونحن ننقل يعني في الأخير ما يعني يتداول ويعني يتداوله المواطنون، هناك من يقول على أن تواجد الحكومة أيضا قد يلفت الأضواء بشكل أكبر للمحافظة، قد يعطي نوع من الزخم الإعلامي بشكل أكبر الذي يمكن أن يتيح العمل بسلاسة أكبر في سياقات أخرى إذا ما تحقق الأمن واستمر الوضع الأمني على ما هو عليه. يعني هي المسألة جدلية بكل تأكيد، مسألة وجهات نظر هي. نعم. في الأخير تفضل. مسألة أنه تمكين السلطة في حضرموت ربما إلى حد كبير، ولكن كما قلت لك هذه السلطة تحتاج إلى رفد، تحتاج إلى ميزانية، تحتاج إلى أدوات على الأرض. يعني انه صحيح ربما يكون هناك الى حد ما هامش كبير من صلاحيات الحكم المحلي في حضرموت، ولكن كما قلت لك عندما نتكلم عن خدمات القرار ليس كافيا. انا بامكاني ان انا اغير كل اسبوع مدير لمؤسسه او لمكتب تنفيذي معينه في اطار صلاحياتي، لكن ماذا وفرت الحكومه من غطاء لهذه المشاريع ومن لهذا الهامش من المسؤوليه؟ طيب بالنسبة للموازنة، باعتبار أنها ربما المسألة الأكثر تحكما في مثل هكذا مواضيع، ملف الموازنة هل للسلطة المحلية هذه الصلاحيات أو هذه الحرية في موضوع الموازنة؟ كيف تدبر أمورها؟ هناك العديد من الموارد تعود إلى المركز، ومن ثم تحصل حضرموت على حصة التي ربما أبنائها ليس مقتنعين. عندما نتكلم على النفط وعلى جوانب كثيرة يتم إعطاء حصة لحضرموت غير كافية، هكذا ينظر الكثير من أبناء المحافظة. الكثير من الموارد يجب أن تكون هناك نسبة أكثر لأبناء المنطقة كحق من حقوقهم، فرص العمل ربما نتحدث عنها أنها تكون بصورة أكبر لأبناء هناك ربما تحسن، ولكن كما قلت لك الناس تبحث عن الأفضل دائما. الحكم المحلي كما قلت لك هو ربما يكون موجود، ولكن يحتاج إلى ظهر، يحتاج إلى سند، يحتاج إلى تموين، يحتاج إلى تنفيذ المشاريع. إعطاء حرية وصلاحية لاتخاذ القرار ليس كافيا، ولكنها خطوة متقدمة. طيب في إطار المشاركة المجتمعية في الإسهام بتنمية حضرموت، إلى أي مدى ترى ذلك ملموسا في سياق المحافظة؟ نعم، هذه نقطة جدا مهمة،
وهنا أود أن أشير حقيقة وأن أحيي جميع مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في محافظة حضرموت سواء في الساحل أو في الداخل بصورة جيدة. رفعت الكثير من العبء عن المكاتب الحكومية سواء في الجانب الصحي في الجانب التعليمي. مؤسسات المجتمع المدني تقوم بجهد كبير تسند وترفض القطاع الحكومي في هذا الحراك، نتمنى له أن يستمر. ووجه دعوة حقيقة لكافة رجال الأعمال ورجال الخير سواء من أبناء المحافظة أو من خارجها، سواء المقيمين فيها أو خارجها، إلى دعم هذه الجهود. في الأخير هي مسألة متكاملة، الحكومة والسلطة المحلية هي تقود العجلة وهي المسؤولة الأولى، ولكن هذا لا يمنع أن تخلق لها شركاء من مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم المعونات سواء في الجانب الصحي. هناك العديد من المخيمات، العديد من المستشفيات، نعلم كلنا ظروف المستشفيات الحكومية، ولكن هناك هذه المؤسسات تقوم بالمخيمات، تقوم بالخدمات التعليمية، مسألة الابتعاث، مسألة دعم جزئية من المدارس، مسألة إنشاء مدارس خاصة. هذه كلها أمور تجعل الدائرة أو العجلة إن صح التعبير تدور بشكل أفضل. وأنا كما قلت لك أستغل هذا المنبر لأحييهم وأناشدهم ببذل المزيد، وأدعو المستثمرين ورجال الأعمال من حضرموت ومن خارجها إلى المساهمة قدر المستطاع. دعنا نشك معنا في الحوار أستاذ أيمن دكتور، أو قبل ذلك إذن أسألك على نقطة مهمة، وهي الآن باعتبار أن ربما هناك مستثمرون ورجال أعمال قد يضطروا إلى الخروج من بلاد الاغتراب إلى مناطق أخرى، هل حضرموت من هذه الناحية باتت مهيئة لاستقبال هذه الاستثمارات الاقتصادية بشكل أكبر؟ أنت تتكلم على كهرباء منقطعة الآن، ربما هناك قاعدة أساسية أو هناك حد أدنى من الخدمات يتطلع رجال الأعمال إلى توفره حتى يستثمروا. هذا ربما يكون يعني جانب للاستثمار فيها أساسا. جانب للاستثمار، ربما الشيء المغري إن صح التعبير في حضرموت هو الآن الجانب الأمني، هذا هو العامل الجاذب بشكل أساسي، وعملية الأرض والتربة والطبيعة بشكل أساسي. هناك عدد مشاريع، لكن عندما نتحدث عن خدمات أساسية مثلا للكهرباء، فحال توفر والسيطرة على هذه أو جعلها في ظروف أفضل ربما يكون حافز. ولكن من منظور آخر ربما يكون رجال الأعمال هم جزء من هذه عمليات الإصلاحات بالتنسيق مع السلطة. ولكن أحبذ أنا من وجهة نظري أن تكون مثل هذه الخدمات ملك السلطة. يعني عندما تتعاقد السلطة المحلية مع شركات لشراء الطاقة، هذا من وجهة نظري أنه يثقل ميزانية الدولة، ليس حل، ربما يكون حل إسعافي، ولكن تدخل في ميزانية أخرى إضافية. هذا المبلغ الذي سندفعه للشركات ولهذه المؤسسات التي تبيع الطاقة، ربما لو نظرنا فيه على الأمد البعيد أن نصلح المؤسسة العامة الحكومية ستكون أوفر في كل الأحوال. طيب، يعني هي نقطة ربما ذات جدل في هذا الحديث أو حول هذه النقاط. إذن يبدو أن اتصال جاهز. الدكتور ينضم إلينا المحلل الأكاديمي والباحث دكتور أحمد الدباعي، أهلا بك دكتور. مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله دكتور. إذن في حضرموت هناك يعني كما تنقل وسائل الإعلام استقرار إلى حد كبير في على المستوى الأمني، هناك عجلة تدور كما يقول ضيفي هنا الصحفي أيمن بحميد، وهناك في الأيام الأخيرة هناك بعض الاحتجاجات حول تردي الخدمات في ما يتعلق بالكهرباء والصيف. كيف تتابع الوضع بشكل عام في محافظة حضرموت دكتور؟ محافظة حضرموت أنا أتابعها منذ بداية الحرب في اليمن ومن قبل ذلك. الحضارة يجدون فن التعايش أكثر من غيرهم من في المحافظات الأخرى، يستطيعون أن ينتمون للأحزاب وانتمو عادة للأحزاب أو بقائهم مستقلين عن الأحزاب لا يكون بينهم خلافات سياسية تجعلهم يتقاتلون وتجعلهم ينسون المصلحة العامة لحضرموت. ولذلك شكلت حضرموت محافظة تستطيع أن تغلب المصلحة العامة بحد كبير. طيب دكتور، المعذرة منك سنضطر إلى إعادة التواصل معك لأن الصوت غير واضح بشكل جيد. إلى حين ذلك أستاذ أيمن، كان هناك حديث أيضا عن أنه خلال يومين الماضيين تم
حديث من قبل الحكومة حول رفع أسعار المشتقات النفطية. برأيك هذا الأمر كيف سيستقبله الناس في حضرموت في ظل الحديث عن الخدمات بشكل عام؟ ليس الناس في حضرموت هم من انصدموا بهذا القرار، في عموم الجمهورية، يعني زي ما يقولوا باللهجة العامية يلاقيها من فين ولا من فين. فلست يعني أنا لست بصدد التعليق على هذا، لأنه موضوع يحتاج حلقة ربما أخرى. مسؤولة المشتقات النفطية والجرعة التي أثقلت كاهل المواطن في الصورة الأخيرة، فربنا يعين الناس يعني في ظل أوضاع صعبة. ربنا يفرجها. في هذه النقطة في الحديث عن يعني كثير من مواضيع الخدمات، ومن خلال حديث المحافظ أيضا تطرق إلى مسألة أن هناك ربما يكون فساد، لكن المسألة أكبر من أن تعالج بهذا الشكل الذي حدث الآن. برأيك إلى أي مدى كان معالجة مسألة الفساد في حضرموت إحدى نقاط القوة لهذه المحافظة؟ نعم، السلطة المحلية تبذل جهد وجهود في هذا المجال، ونلمس ذلك من خلال التعيينات التي تصدر عن المحافظ في لمناصب بين فترة أخرى. هناك تمكين للشباب إلى حد ما في عدد من المناصب وعدد من المكاتب التنفيذية، هناك تنشيط لمحكمة الاستئنافية، وهناك السلطة القضائية تعمل بشكل كبير. تم قبل عدد من الأشهر محاكمة وتحويل عدد من المسؤولين إلى مسألة الاستجواب، و ومكافحة جدية تجري لعملية الفساد، ولكن بطبيعة الحال ليست هناك عصا سحرية، هناك مكافحة، وهناك ربما تقدم ملحوظ أو شيء ممكن أن نأخذه ونقف عليه بأنه تتم، ولكن هناك خطوة جيدة في هذا السياق. خطوة جيدة، وهناك جهود تبذل في هذا المجال. طيب، يعود إلينا دكتور أحمد، أهلا بك مجددا. دكتور، كنت تتحدث عن يعني وجهة نظرك حول ما يجري في حضرموت، لو تتفضل بالإكمال. نعم، بس حبيت أقول أن حضرموت كما قلت سابقا أنها تستطيع أن تغلب المصلحة العامة في كل الظروف، حتى في ظروف الحرب يستطيع الإنسان الحضرمي أن يتكيف مع أخي الإنسان الحضرمي، ومعادلة تعايش معقولة جدا. ما يجري في حضرموت هو نوع كبير من الاستقرار، لكن هناك بعض الاختلالات يعني من الطبيعي أن تحدث بسبب غياب الدولة بشكل عام. لكن الحضارم استطاعوا أن يوظفوا كل ما يمكن لإعادة كثير من الخدمات. إلى أنا تواصلت مع زملاء من حضرموت، أغلب الخدمات متوفرة في حضرموت يعني مقارنة بالمحافظات الأخرى، وهذا شيء جيد. لم نسمع عن اقتتال مثلا، ولم نستطع أن لا يوجد توتر سياسي أو توتر عسكري في حضرموت، مما تعالى مثلا التعليم والصحة والخدمات الأخرى، ولو الناس في حدودها الدنيا إلا أنها تقدم للمواطن بشكل جيد. طيب دكتور، برأيك إذا يعني ما استمر الوضع لما هو عليه فيما يتعلق على الصعيد الأمني يعني على مستوى الاجتماعي وكذلك مستوى إدارة الحكومة أو إدارة السلطة المحلية للأوضاع في حضرموت، هل ترى أو إلى أي النقاط ترجع هذا الاستقرار إن صح التعبير؟ أعتقد أولاً هناك سبب لوجستي، أولاً سبب البعد الجغرافي عن الصراع لحضرموت. حضرموت تبتعد كثيراً عن مناطق الصراع في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب، وأيضاً كما قلت أيضاً الحضارم يستطيعون أن يتعايشوا بشكل جيد ما بينهم. هناك أيضاً كلمة كبرى للتجار في حضرموت، إذا لم تكونوا مراقبين للشأن الحضرمي، حضرموت تجيرها أيضاً بيوت تجارية كبيرة من السعودية وداخل حضرموت نفسها. فكلمة الحضارم مجمعة حول هؤلاء الناس، أي أن حضرموت لها كبرى، مجلس كبرى، رغم أنه غير معلن إلا أنه مجلس موقر ويحترم من الإنسان الحضرمي صغيراً وكبيراً، يدير العملية التعليمية ويبعث طلاب للخارج. أنا أتابع من يوم كنت طالب زمان في أيام الدراسة في البكالوريوس في الأردن، كنت أشاهد طلاب الحضارم مبعوثين من جمعيات حضرمية، وما زالت هذه الجمعية تقوم بذلك الفعل، تدعم الصحة وتدعم الطرقات والتعليم وما إلى ذلك. أي أن حضرموت تحصل على رافد من الحكومة وتحصل على رافد من البيوت التجارية الحضرمية الكبيرة، مما جعل المحافظة تحظى بنوع من الاستقرار، أي أن هناك تغذية مادية للمحافظات تجعلها تغل الخدمات مقارنة بالمحافظات الأخرى.
هذه هي احدى او احد اسرار بقاء التماسك الحضرمي مقارنه بالمحافظات الاخرى. طيب دكتور، برايك وبسؤال اخير، يعني كان قبل قليل الدكتور متعب يتحدث على انه هناك اعطاء لصلاحيات اكبر بالنسبه للسلطه المحليه في حضرموت في اطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واطار السعي للدولة الاتحادية. برأيك هل يمكن أن تصبح الآن حضرموت جاذبة لرؤوس الأموال حتى المحلية التي قد تواجه إشكالات في بعض المحافظات، سواء تلك المحررة التي تواجه إشكالات أو تلك التي لا زالت تحت سيطرة الإنقلابيين، وتصبح حضرموت مركزا لجذب هذه رؤوس الأموال المحلية؟ أعتقد واستطاعت حضرموت أن تنأى بجانبها من التحالف وخط الإمارات وتشغيل مطار المكلا وإدارة الميناء المكلا بشكل صحيح. نعم ستستطيع حضرموت أن تنهض وتكون جاذبة للاستثمارات اليمنية، ولكن أعتقد أن التحالف لن يدع حضرموت تقوم بذلك الواجب. هم لا يريدون أي مثال ناجح في مناطق يعني إلا بإرادتهم أو أنه بفحص مشروعهم الغير واضح في اليمن. لكن حضرموت نعم تمتلك كل المقومات لتنطلق لتقدم نفسها على أساس أنها منطقة جغرافية تستطيع أن تجذب الكثير من الاستثمارات المحلية والإقليمية كذلك. أشكرك دكتور أحمد الدبعي المحل الأكاديمي والباحث، كنت معنا عبر الهاتف. بالعودة إليك أستاذ أيمن، في هذه يعني الفترة أو هذه اللحظات تحديدا، ما أكثر ما تحتاجه حضرموت برأيك؟ حضرموت الآن كما قلت لك أنها قطعت شوط ربما في الجانب الأمني على مستوى الساحل، ولكن يظل هاجس الاستقرار الأمني في وادي حضرموت يشغل بال أبناء حضرموت. الاستقرار الأمني هو قاعدة لكل ما نأمله، الاستقرار الأمني هو قاعدة حقيقية ومهمة لكل ما نأمله في المكلا. الآن إلى حد ما تم الاستقرار بشكل كبير، بعد أن يتم تجاوز العائق الأمني جانب الخدمات، كل هذه الخطوات هي من أجل كما ذكرت أنه تكون نموذج وتكون قبلة لرؤوس الأموال وللاستثمار، خصوصا أن حضرموت أنا بالنسبة لي أعتبرها أنها ما زالت أرض بكر، بمعنى أنها تحتوي على العدد من المقومات الطبيعية، المقومات التاريخية، حتى على جانب السياحة. ربما ناس لا يتكلمون عن حضرموت إلا ويربطونها بالجانب النفطي وبالموارد النفطية لكن عندنا جوانب أخرى ممكن أن تكون قبلة فعلا لكل الاستثمارات. الجانب السياحي نتكلم عن أماكن تريم، شبام، تريم، هناك عدد من المعالم، هناك عدد من المناطق الساحلية، شريط ساحلي عندنا شريط ساحلي ذهبي يعني ولا الإسكندرية في مصر. لكن كل هذه تحتاج إلى قاعدة أمنية صلبة، تحتاج إلى توفر حد أدنى من الخدمات. يعني رؤوس الأموال عندما تفكر أو تقيم دراسة جدوى للاستثمار في منطقة معينة، هناك حد أدنى يعني لا يكون الوضع أقل من ذلك. نتكلم عن الكهرباء، عن الإنترنت، حتى تكون جزء من العالم. الآن الإنترنت والكهرباء هذه أصبحت ضمن المتطلبات الأساسية بعد زي ما يقول أحد الأصدقاء بعد الماء والهواء. فإذا توفرت هذه تستطيع حضرموت أن تحلق وأن يحلق الجميع معها. وهذه نقطة مهمة، أن المجتمع الحضرمي ليس عصبية ولا لأنني من أبناء حضرموت، ولكن ميزة حضرموت ويلاحظها يمكن أنها منفتحة على الجميع. إذا كانت حضرموت بخير تستطيع أن تشد معها من أراد ومن استطاعت أن تشده معنا. نفخر بنموذج ناجح نكون مع عندما يكون بخير كلنا، وربما ذلك هو المأمول من حضرموت. وهذا المأمول وهذا الدور الذي نحن نسعى إليه. أشكرك إذن أستاذ أيمن بحميد الصحفي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك أستاذ وجيه، وسعيد بالاستضافة. حياكم الله. الشكر كمان أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحيات الزملاء أسامة عادل ومنصور النقاش، وتحياتنا وجيه السمان والطاقم الفني أيضا في أمان الله.